رفعت المطالبات الشعبية للقوات المشتركة والقوات الحكومية في كل الجبهات بتوحيد الصف في مواجهة ميليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن لتخليص البلاد من شرها. الأبطال والجنود والجيش في الساحل الغربي أمر يثلج الصدر ويبعث على السرور، يبعث على الأمل أن هناك تحرير قادم من الساحل وصولا إلى العاصمة صنعاء بإذن الله. الله ينصرهم المقاتلين بالمواقع، هذا الموقع الأساسي للجمهورية اليمنية الذي بيحررون كافة أبقاع اليمن من الكهنوك الحوثي المغتصب الحوثي الذي شمت بالبلاد. فنسأل من الله عز وجل أن يساعدهم بجميع المواقع، الشرفاء من أبناء اليمن، من أبناء المقاتلين أينما كانوا، من الحرس الجمهوري، من الحرس، أي حرس، أي جندي، أي مقاتل وطني، وبالذات اللي بالساحل الغربي. هناك المقاتلين اليمنيين، هناك أبناء اليمن الصادقين، هناك وبالمواقع الأخرى، لا ننساهم، نشجع على أعزائهم. الله الله باليمن، الله الله بثورة 26 سبتمبر. ينظر اليمنيون للمعركة التي يخوضها الأبطال في مختلف الميادين أنها معركة عزة وكرامة ضد عدو واحد ومشترك، هو ميليشيا الحوثية الإرهابية التي حاولت النيل من الشعب اليمني. طبعا تسير المعارك بوتيرة عالية ضد هذا الكهنوت، سواء في محافظتي الجوف ومأرب أم في الساحل الغربية. في الساحل الغربية طبعا القوات المشتركة حولت هجوم الميليشيا إلى انكسار وتقدمت إلى ما بعد ما كانت تحاول الميليشيا التقدم إليه. هنا في تعز اليمنيون ينظرون والتعزيون ينظرون إلى القوات المشتركة على أنها قوة الردع الأساسية في كبح هذا التمرد الحوثي الهمجي. على الأبطال في الساحل الغربي من القوات المشتركة أن يثقوا أن الشعب اليمني يقف خلفهم. تثق القوات المشتركة أننا صف واحد وفي خندق واحد حتى نستعيد الدولة وعاصمتنا المغتصبة صنعاء. ما يقدمه اليوم الأبطال في الساحل في الجبهات من تضحيات ومن المقاومة، فهذا يدل على أن الوعي الثقافي لدى الأبطال في الجبهات والوعي المجتمعي. أن أبطالنا في الساحل الغربي وفي الجوف وفي مأرب يسطرون أروع البطولات وأروع الملاحم البطولية القتالية ضد الكهنوت ومشروعهم التهديمي الفاسد المستورد من ذل أصحاب العمائم السوداء في طهران. فهؤلاء الأبطال الذين أعادوا الثقة للشعب اليمني وأصبح الشعب ينظر لهم أنهم هم المنقذ، ولا أمل بعد الله سبحانه وتعالى إلا بهؤلاء المتواجدين في الساحل الغربي، المقاومة الوطنية وزملائهم وأحبابهم من المقاومة التهامية وقوات العمالقة، هؤلاء الكتلة الواحدة التي تسمى القوة المشتركة مسمى اسم على مسمى، قوة واحدة وجسد واحد يواجهون هذا المشروع البغيض، المشروع الكهنوتي. يؤكد الشعب اليمني بأن لكل من أراد أن يعود بالتاريخ، لكل فلول الإمامة والاستعمار بشكله الجديد، بأن الشعب اليمني لن يقبل بحياة الإمامة من جديد، ولن يقبل بحياة الاستبداد والظلم والكهنوت، ولن يقبل بحياة الركوع، وإنه سينتصر للحرية وللديمقراطية وللوحدة وللجمهورية ونظامها الجمهوري، وبأن شمس الحرية ستشرق من السواحل الغربية بقيادة القوات المشتركة وحراس الجمهورية وقوات العمالقة والقوات التهامية، ومن على إقليم سبا في مدينة مأرب ومدينة الجوف ومدينة البيضاء. رسالة التي أود إيصالها للأبطال في الساحل الغربي ومختلف الجبهات في اليمن، إنه يعني يثبتوا أمام العدو وتطهير بقية المحافظات والمديريات الذي سيطر عليها الميليشيات الحوثية، وكلنا معهم ويدنا بيدهم ودعواتنا لهم. نحن في اللحظات الأخيرة لصد التمدد الإمامي الحوثي الذي يريد أن يكتم على أهل اليمن ويمنع عنهم حريتهم ويستعبدهم، فنقول لهم الثبات الثبات.